السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز، اتفضل. أحبك في الله. اتفضل. أربع مسائل. الأولى، أنا أحبك الله. أنا مصري وعندي بيت في مصر. الصح مصري ولا مصري؟ مصري. يدخلوا مصر ولا يدخلوا مصر؟ مصر إن شاء الله. ماشي، اتفضل يا مصري. أنا مقيم حاليا في السعودية. وبعد؟ وبعد بنزل مصر، بنزل مصر كل مثلا بنزل خميس جمعة سبت مثلا مرة كل شهر. طيب الحمد لله. الصلاة أقصر في مصر ولا لا؟ تقصر، لأن بيتك في مصر وبيتك في السعودية، لك داران إقامة حينئذ. فأتم. لك داران إقامة حينئذ، دار في مصر مع زوجتك وأولادك ودار في السعودية. نعم. تتم هنا، عفوا أنا قلت تقصر غلط، تتم هنا وتتم هنا، في الطريق فقط تقصر. السؤال الثاني، انا المفروض ان انا الساعه 6:30 اذان المغرب اكون في المطار، والطياره تقلع الساعه 7. طيب. المطار بجوار سكن، هل اقدر اصلي المغرب والعشاء جمع، ولا لما اوصل مصر الساعه 11 بالليل اصلي العشاء في مصر؟ الافضل اذا وصلت مصر. واقيم المطار واقيم. ايوه الافضل. السؤال الثالث، انت من القاهره يعني؟ عفوا، انت تقول تتم يعني في بلدك السعوديه ولا في بلدك الرياض ولا فين؟ مصر، في المطار، في مطار مصر لما اوصل. لما توصل. عفوا، انت من القاهره ام بلده اخرى؟ انا في 6 اكتوبر. وانتم تعتبرون 6 اكتوبر القاهره؟ نعم. لا تتم،